درجة يا جماعة ان كل واحد يعرف انه هو جزء ومشارك ومسؤول عن تخليص البلاد من اللي احنا فيه ده. طبعا ان شاء الله النهاردة الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة انا منزل فيديو تعليقا على الحوار الشعبي اللي حصل فيه واللي نقدر نستفيده منه ودور ثورة المفاصل ازاي هنقدر نفهم الناس ونستفيد من وجوده في ثورة المفاصل في حلقة مهمة قوي. بس طبعا اي حاجة بتتكلم عن ثورة يعني بيبقى عليها محاذير كتير وما بتوصلش لحد، ولكم في الحلقتين الاخيرتين مني يعني اسوة يعني مثل. فياريت يتواجد ناس كتير قوي النهاردة الساعة 7 على القناة دي يشوفوا الحلقة اللي انا مسميها، طبعا غيرت الاسم قلت وحياة ام كاسيسي لان اي اضافة لكلمة ثورة معناها على طول ان الفيديو مش بيوصل لحد خالص. ونشوفكم ان شاء الله على خير.